الله نحرسته وحمانت لغو آسي دولات كوفريد اقرون كديارة ده مقالة ده بوساسو مرحوم جنرال محمود موسى حرسي بقر جنرال عد موسى مدحوينيه هوري بنتلان ميت كجنرال عد ياساكي لغسو قادي مقالة ده دوباي دلك سوتق إمارات كعربتا هالكاس وكو غيريو دي آسك او اي كاقيب غلين مدح سراء وكسو عطي بنتلان يدولد فدرال كصوماليا ايا وربحين تانوحا كسو ديرتي وريهين فادمو ياسين جامع aska madaxweynihii hore ee Puntland general maxamuud muuse xirsi cade ayaa waxa ka qayb galay masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo uu hormuud u yahay raisul wasaaraha Soomaaliya umar abdirashid madaxweynaha Puntland dr abdulwali maxamed ali gaas iyo madaxweynaha ku xigeenka Puntland إنجنير عبد الحكيم عمر عامي قار كمدة علماء الدينتا إيا مسؤولين كتر سن دولة فدرالكا أه أو كم ديهاي رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد علي شرم أركي رئيس الوزراء هوري دولة فدرالكا أه علي محمد جيدي مدحوينها بوتلاند دكتور عبد الولي محمد علي قاس بقر برهان بقر موسى إيا أواس حسن أواس ياسين أو كهلي وحقبت كي مرحومكا إيا تاريخ دي سواناك سنيد أيا وحا هذا اللذو دي كم دقها مرة وحدة يسنجر تفاسير تقوبا مرة وحدة يسنجر قرآن إيه توبت في عن بان أرجين النابع حدو وحو أحانين سواليات قرن قا سواليات مرخصة دلية لو دي مرة علي مسوليد عن قادينا كل دي مرخصة تلاقي سيني حفكا دلخان أوسو عدن كدو نود دي سيهي وناكسة عدد موسى إيه وحو أحاسد الشيغي أنت قريسة أي قريسة قف وناكسن قف مدى الصومالية لما أنتوت أي تشعليه قف دنبير صفاتك يكو شيغان أنت قريسة وأنا يولي هي إلهي جندها كورا بيو إن وحن أم هذا علينا يا لما أن أمد الصومالية ملك استيجوكتو سيدي أينو لقيب سدين كيريدا سيدينا وصو تحسيين سيدي أي مرول با وربا هنتا أي ملكستا إيو هدليين سيدا هدى أي سيمدي وغاس أود مي إيو حسين تاريخ ليس إيو خير كأوكشاقين جري وحن لأي هاي خير الله ينسيو سيقارة وحن عصيا مدعوين هاد دولة فدرال كأي حسو مداني محمد عبد الله فرماجو ومرب بدن إيسو تحسيي إن شاء الله هذه هرياش هرا أدعي عبد واتقين واتقان وها نين نبض جعل نين نبض جعل بوها وها نين جيسيا لبع أيضا أو محل يرى هذا يدعي الله مي أنتو سكيني قعدت سوساري أيوه عد إحنا حاضر يسا أنا جرين هذا حويني هرا بوتلان جنرال عبد موسى waxa uu ka soo mid noqday saraakiishii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed isaga oo ku biiray sanadku markuu ahaa 1999kii waxana uu darajada ciidanka ka gaaray sareeyo guuto sanadku markuu ahaa 1976kii waxa uu kala soo qabtay xilal kala duwan oo isugu jira dawladdi hore ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland oo uu madaxweyne ka noqday diyaaradii siday meedka madaxweynihii hore ee Puntland oo soo caga dhigatay barqanimadii maantay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso waxaa la socday murwadiisa iyo laba wiil ee uu dhalay kuwaas oo dadkii aaska tagay ay si weyn ugu tacsiyeeyeen Fadime Yasin Jaamac VOA Boosaaso